اليوم حنحكي عن 5 مفاهيم خاطئة عن الجلد والعناية بالبشرة. أول اعتقاد هو أنه تمارين عضلات الوجه بتشد الوجه وبتخليك تبين أصغر سنة. هذا مفهوم خاطئ جداً، لأنه بعكس ما نحن ممكن نتخيل، الاستخدام الزائد لعضلات الوجه بتخلي يصير في تجاعيد وخطوط ممكن تكون عميقة على الأماكن التعبيرية بالوجه، مثلاً حوالي العيون، بين الحواجب، على الجبين وحوالي التم. العلاج بهالحالة بكون باستخدام البوتوكس يلي بيشل حركة العضلة، ومع الاستخدام المتكرر كل 6 أشهر ممكن نخفف هذه الخطوط ونقلل من ظهورها بشكل ملحوظ. 2. المأكولات الحارة والأطعمة المقلية بتساعد على تفاقم حب الشباب أو بتأدي لظهورها. كمان هذا مفهوم خاطئ، لأنه لهلأ الدراسات بعدها ما اتفقت على وجود نوع أكل معين ممكن يؤدي لظهور حب الشباب. الشيء الوحيد يلي اتفقت عليه بعد الدراسات هو أنه الأطعمة يلي بتحتوي على مشتقات الحليب والأطعمة يلي بيكون داخلها مستوى عالي من السكر اللي بنسميها بالهايغ لايسيميك اندكس فود ممكن تؤدي لتفاقم حب الشباب في حال وجد، ولكن بحد ذاتها إذا الشخص كان عم يتناول هيدا الأطعمة ما حتأدي لظهورها. 3. المنتجات الطبيعية أو العضوية هي أفضل وآمنة أكثر للجسم وللبشرة. كمان هذا خاطئ، لأنه بكثير من الأحيان بعض المواد الكيميائية يلي بتكون مصنعة ومماثلة لبعض المواد الموجودة بالطبيعة تحتوي على فعالية أكثر وبتعطي نتائج أفضل وبشكل أسرع. فلازم نعرف أنه مش كل المواد الكيميائية سيئة ولا كل المواد الطبيعية أو العضوية منيحة وخالية من الأثار الجانبية. 4. بإمكانية بعض الكريمات إزالة التجاعيد كلياً. هذا المفهوم خاطئ. في العديد من الكريمات اللي موجودة بالسوق بتحتوي على مادة الكولاجين والهيالورونيك أسيد. هذه الكريمات بتعطينا نضارة وبتعطي ترطيب للبشرة أكيد، ولكن ما بتقدر توصل لمنطقة الديرمس بالجلد يلي هي بكون داخلها أو موجود فيها الكولاجين والهيالورونيك أسيد بشكل طبيعي. بهالحالة هول الكريمات بفيدونا ولكن ما بيقدروا أبداً إزالة التجاعيد وما بيغنونا عن إبر الفيلرز أو حتى استخدام البوتوكس لإزالة التجاعيد. بالإضافة لأنه الكريمات اللي بتحتوي على المضادات للأكسدة أكيد بتحمي بشرتنا من الأضرار الخارجية من أضرار الشمس والسموم، ولكن بحد ذاتها لا بتقدر تزيل التجاعيد ولا حتى ممكن تمنع من حصولها، أكيد بتخفف من حصولها ولكن ما بتقدر تمنعه كليا. 5. نظافة الزايدة وفرك الجلد بمستحضرات وصابون تحتوي على مواد ضد البكتيريا مفيدة وبتمنع من حصول التهابات جلدية. هذا المفهوم شائع كتير، نحن كتير منشوفه بعياداتنا وخاطئ جداً، لأنه كل شيء بيزيد عن حده بينقص حتى النظافة الزايدة. أكيد من المهم أنه نحرص على نظافة الجلد، ولكن استخدام هذه المستحضرات بشكل زائد ومفرط عدة مرات باليوم خاصة إذا كان داخلهم مواد قاسية ممكن يؤدي لنشافين الجلد، ممكن يجرد هذا الجلد من الزيوت الطبيعية اللي بتقوم بحمايته، وممكن أنه تقلل مستوى البكتيريا الجيدة اللي بتحمينا من تكاثر البكتيريا المؤذية بجلدنا. وبالتالي الهوس بالنظافة الزايدة مش بس بيؤدي لحساسية الجلد والأكزيما، ولكن أيضاً لالتهابات جلدية، بكتيرية، فطريات وغيرها.